نحاول نعمل دي زي مجلس النواب جميل. وزي الرئاسة. برافو عليك جميل. لأنك أنت من حقك. يا ريت. اه ومعانا على الشاشة بيب وهو بيصوت، يعني انت يا هاني بتتكلم عن التصويت، ومعانا الكابتن محمود الخطيب بالتيشيرت الاحمر بنطمن الناس على الشاشة. اهو جبنا لكم الكابتن هو بيصوت وهو زي الفل يا جماعة، وصحته تمام، كان دوار بسيط ورجع زي الفل. انا احمل اقتراحك ده لمعالي الوزير ان شاء الله باذن الله، وهيكون بشكل اكتر من هايل ان شاء الله يا هاني. بس مش الوزير ده وحياتك يا كابتن. ماشي ملا لمحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب. ماشي ماشي زي بابا. يلا مرسي وشرفتونا يا جماعة، واتفضل يا عم زاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا استاذ عبد الناصر. اه يا عم زاهر، وانت بتقول ازيك يا عبد الناصر، وبترقب بالكابتن سمير بيبو على الشاشة زي الفل اهو. ما شاء الله، ربنا يحماه ويحفظه يا رب، واتمنى له التوفيق من غزة الأهلوية إله لقائمة كاملة إن شاء الله رب العالمين. طبعا تحياتنا للكابتن سمير كمونة حبيب الأهلوية.